السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة، لكن قصة عوار قلب. تذكرون قصة خربة غزالة؟ العمام اللي استدرجوا بنت أخوهم وقاموا وقتلوها طعن بالسكاكين أمام أهل القرية كلها، قرية خربة غزالة في سوريا. أتمنى أنكم ترجعون للقصة وتسمعونها. أما قصة الليلة ما تقل عن قصة خربة غزالة بشاعة ووحشية. حصلت في منطقة اسمها بعشيقة. بعشيقة هذه في العراق، تتبع محافظة نينوى وقريبة من الموصل هي. وهذه المنطقة يعيش فيها الغالبية من الزيدية، من الطائفة الزيدية. الموضوع ما هو موضوع طائفي أبدا، لا، الموضوع موضوع جريمة حصلت في بنت عمرها 17 سنة اسمها دعاء خليل أسود في عام 2007، وفي بداية شهر 4 تقريبا 6/4 من هالعام هذا، البنت تم إلقاء القبض عليها من قبل رجال الأمن. ليش؟ لأنها قبل 3 أشهر اطلعت من البيت واختفت عن الأنظار، وقعدوا يدورون عليها أهلها وأهل القرية. لكن كانت في حادثة قبل هروب البنت من بيتهم. البنت تعرفت على شخص وحبته، وهذاك وعدها بالزواج، ويعني لعب براسها. والبنت مراهقة وكانت تلتقي فيه كل ما تطلع من البيت وكذا، لكن هذاك يعني ما هو من الطائفة نفسها، طائفتهم الزيدية، لا، مسلم. والخبر بدأ ينتشر في القرية، ووصل كلام حق أبو البنت وأمها وأخوها، وبدأوا يحققون في الموضوع، والبنت بدأت تخاف. لكن إلى الآن ما هم متأكدين، يسمعون يعني كلام من جيرانهم من أقربائهم وكذا، بما أن البنت هذه زيدية، وأنتم عارفين هذول الفئة ما عندهم أي علاقات مع الفئات الأخرى، يعني كموضوع زواج أو أن البنت تروح تتزوج واحد من خارج الطائفة، عندهم الموضوع هذا شيء كبير جدا. المهم البنت يوم حست أنها في خطر وأن لابد أنها تنكشف، قامت في تاريخ 7 من شهر أبريل، شهر 4 2007، قالت حق أمها أنا بروح أرمي تكرمين الزبالة، يعني لأنهم كانوا مانعين هالفترة هذه من الخروج أبدا، وما هم متأكدين من صحة كلام الناس اللي قاعد يسولفون إن هذه لها علاقة بولد، والولد هذا بعد ما هو من طائفتهم، وهذا جريمة بالنسبة لهم. المهم قالت حق أمها يا يما أنا بروح برمي النفايات. قال لها يلا يلا أرميهم بسرعة وتعالي. البنت استغلت هاللحظة، فتحت الباب ومن يومها اختفت 3 أشهر. هني تأكدوا أهلها من حقيقة الكلام المنتشر في مدينتهم أو القرية اللي هم عايشين فيها بعشيقة، وبدأ شوي شوي الموضوع يكبر بعد ما عرفوا أهل القرية أن البنت هربت من بيت أبوها. طبعا الأب ما هو عارف البنت وين راحت، قالوا لا أكيد راحت عند عشيقها حبيبها هذا. المهم الأب بعد ما اجتمعوا معاه اللي هم كبار الطائفة اللي عندهم، ومن بينهم أخوه سالم، سالم هذا أكبر من أبو البنت هذه، أبو دعاء. سالم عمره 52 والأب أبو دعاء عمره 49 سنة. المهم اجتمعوا وبدأوا يتباحثون في الموضوع، ومنه هالولد؟ قالوا هذا الولد اسمه فلان فلان الفلاني، ولازم بنتك نروح نجيبها من عنده ونقتلها ونغسل عارنا. قال يا جماعة خلونا نتأكد وكذا. قال لا صدق، انت
ما انتم مضبوط، انت عارف العادات والتقاليد وهالامر هذا ما فيه اصلا اخذ وعطى، البنت لازم نقتلها ولازم نغسل عارنا امام اهل القريه بالكامل. الاب تعرفون مهما كان الاب لابد انه يحن على بنته، يبي يتاكد بس. لكن اخوه سالم لما شاف ابو دعاء متردد قام وطرده من الجلسه. ابو دعاء اول ما طلع من الجلسه قال انا لازم ابلغ السلطات الامنيه، وفعلا راح بلغ وقال لهم القصه بالكامل، بنتي هربانه ويقولون مع فلان واهل القريه الحين مشتعلين نار، وتعرفون هذول الطائفه واخوي، وكذلك كان كبير القبيله قبيلتهم هذه واحد ينقال له عمر حاكو. عمر حاكو هذا هو اللي اعطاهم الفكره، قال لا 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 ما ينفع الكلام هذا. عمر حاكو هذا عمره ايامها يعني 79 سنة، قال بنتكم هذه لازم ان نغسل عارها امام الجميع كلهم عشان تكون عبرة لكل بنات القرية. لا، واذا رفضتوا ولا ترددتوا ترى كلكم يتم نفيكم من القرية هذه. لكن العم اللي هو سالم قال لا لا احنا مأيدينك، ابدا ما راح نتردد بغسل العار. لكن الأب يبي يتأكد، راح بلغ السلطات الأمنية وفعلا تحركوا علشان ما تصير يعني مجزرة ولا يقتلون الولد الثاني ويقومون أهل الولد مثلا يدافعون عن ولدهم. ممكن تدخلوا في الموضوع وألقوا القبض على البنت والولد، لكن علشان يخففون من حدة العصبية اللي كانت عندهم هذول الطائفة، والكل يبي البنت ورجال أمن ما هم عارفين هذول إذا خذوها هل يسوون فيها شيء يعني يتعاملون معاها بعقل، يعني ما هم عارفين. لكن عشان يخففون بس من التوتر ودوها عند شيخ ينقال سليمان، هذا شيخ الزيدية في بعشيقة، شيخ يعني شيخ دين مالهم. وقالوا له يا شيخ البنت هذه يعني بصراحة ما احنا عارفين وين نوديها، خلها عندك والولد محجوز عندنا نحافظ على حياته. قال أنا ما عندي مشكلة خلوها عندي وهي يعني تعتبر دخيلة عندي. قال له يعطيك العافية، وهد الوضع بين البنت وبين أهلها لا يسوون فيها شيء. طبعا رجال الأمن إلى الآن مهم عارفين هل في تهديد كانوا يخططون ما يدرون. سلموها حق الشيخ سليمان. سمعت أم دعاء أن البنت موجودة الحين عند منه الشيخ سليمان، راحت زارتها ودخلت على الشيخ وقالت لا بشوف بنتي، ودخلت عند بنته. وطبعا البنت موجودة عند يعني بنات وأهل هالشيخ هذا. دخلت أمها وتحضن فيها، ويا بنتي ليش سويتي كذا وليش يا بنتي، وأهل القرية كلهم شابين نار وخصوصا عمك واللي هو كبير القبيلة وكذا. الأم قالت له يا بنتي انت سويتي شيء غلط. قالت والله يا يما أنا ما سويت شيء، وأنا هربت لأني خفت أن يوصلكم خبر وأن يقتلوني ولا شيء، لذلك أنا قررت أني أهرب. قلت أنا ميتة خلاص خليني أهرب، ليش يا بنتي ما صارحتيني، ليش ما قلت. وهذه الأم مسكينة خايفة على بنتها. المهم الأم قامت وكشفت على بنتها يعني عذريتها، البنت طلعت سليمة. والبنت تحلف وتقسم لأمها أن ما حصل شيء خطأ بينها وبين هالولد هذا. هي صحيح كانت هاربة معاه 3 أشهر، لكن كانت موجودة مع أهلها مع خواتها. قالت له بس يا بنت اللي سويتيه يعني هذه جريمة بالعرف والقانون والكذا. قالت هذا اللي سويته يا إمه. المهم أرجعت الأم إلى أبو البنت، قالت له يا أبو دعاء
البنت لما ألقوا القبض عليها رجال الأمن وفحصوها في يعني كانوا بيوجهون تهمة حق الولد إنه يعني ممكن مسوي معاها شيء، أكدوا أن البنت إلى الآن عذراء. وأنا رحت بنفسي إلى بيت الشيخ سليمان وفحصت البنت، والبنت عذراء. البنت لما هربت هربت لأنها خائفة وتحاول تعذر. قال لها أنا ما لي شغل، خلاص الموضوع طالع من إيدي، أنا ما أنا قادر أتصرف. قالت شلون يعني؟ قال خليها لين تهدى الأمور. لكن في هالأثناء سمع سالم اللي هو العم الكبير بأن دعاء موجودة عند الشيخ سليمان، راح أرسل أولاده، أولاده كبار، وأرسل معاهم بناته إلى بيت الشيخ علشان يأكدون له أنه يبقى خلاص، وبما أن البنت يعني ما فيها شيء وأن البنت يعني اعتذرت وأبوها يعني مسامحها وإحنا كلنا مسامحينها وخلاص يعني، لأن أصلا كان في اتفاق. وفعلا الأب راح اجتمع وياهم، أبو دعاء اجتمع مع كبير القبيلة اللي هو عمر حاكو هذا، ومع سالم اللي هو أخوه الكبير، ومع وجهاء القبيلة، وقالوا له أنه لازم نقتله. قال لهم يا جماعة خلاص أنا عندي اقتراح، ليش تبي تقتلون بنتي؟ خلاص أنا أزوجها واحد من عيال عمها وأنفيها إلى سوريا، هناك تروح صوب الأكراد أو الزيدية اللي هناك وخلاص، وانسوا البنت كأنها مو موجودة في الدنيا. قالوا لا لا، هالكلام هذا ما ينفع. فأولاد سالم اللي هم عيال عمها أكدوا حق الشيخ سليمان أن ترى يبا احنا نبي البنت، وترى احنا مسامحينها، وهذه مهما كان شرفنا وبنتنا، واحنا ما نرضى ان تقعد وياك. قال يا جماعة هي البنت دخيلة عندي وعايشة مع بناتي، ويعني ليش خايفين عليها؟ خلوها شوي، الله يهديكم يعني، إن طولوا بالكم. قالوا لا لا لا، نبيها الحين. حتى بدأ بعضهم يتنرفز، واللي ماسك سلاح واللي كذا، قالوا لا لا تخلينا يعني نتنرفز أكثر من كذي، احنا أصلا مسامحينها، خلاص عطنا البنت يا أخي، لا تدخل نفسك في مشاكل. يحاولون يفهمونه بطريقة غير مباشرة. للأسف هذا الشيخ سليمان ما هو قادر يجابههم، قال لهم خلاص البنت في أمانتكم وطلعت من أمانتي صراحة. وهذا ترى يعني ما ودي أسبك يا شيخ سليمان، البنت دخيلة عندك أنت اللي سلمتها، أما سوي نفسك أنه والله بأمانتكم، قول أنك خفت وخقيت وسلمتها. مالكم بالطويلة، أول ما أخذوها عيال عمها ويودونها إلى القرية، قريتهم، ولا أهل القرية كلهم مجتمعين على أطراف القرية، وكان هذا اتفاق بين سالم وكبير القبيلة وجهاء القبيلة من وراء أبو دعاء، أن أول ما يجيبون البنت ما نقتلها قدام الناس في وسط القرية، لا، علشان لا يكون القضية أو مسرح الجريمة يكون في وسط القرية، خلونا نطلع أطراف القرية وننفذ فيها العقاب. وفعلا كانوا ينتظرون على أطراف القرية. أول ما وصل الدعاء، ودعاء كانت مطمئنة أنه خلاص وعيال عمها يعني قاعد يقولها خلاص وكذا، وأبوك مسامحك وعمك مسامحك والكل مسامحك، خلاص بس مرة ثانية لا تعيدينها، تقولهم إن شاء الله وكذا وسامحوني وأنا صغيرة وأنا كذا وإن شاء الله ما راح أعيدها من هالكلام. لكنها تفاجأت أول ما وصلت إلى بداية القرية، ولا العالم متجمعة كبار وصغار، ولا ومجمعين كل واحد بيده حصى وطابوق، تعرفون اللي هو البلوكات السمنتية، مجهزينها مكسرينها ومنتظرين الحفلة. الحفلة؟ اي نعم الحفلة. تدرون انه سووا حفلة، حفلة اعدام دعاء خليل اسود. شلون؟ انا اقول لكم شلون. اول ما وصلت البنت ويحطونها على الارض
ويتجمعون أهل القرية كلهم حواليها وكل واحد يضربها بالحصى. يعني شنو؟ يعني تنفيذ الحد بالرجم، مسويها رجم رجم، حاطينها في الوسط وكل واحد يضربها. لو تشوفون الفيديو اللي مدته 30 دقيقة وإلى الآن موجود على اليوتيوب، البنت لابسة أحمر علشان لا تختلط عليكم، أنا أدري تروحون تدورون، بس أقول سافة تروحون تدورونها باليوتيوب. في أكثر من واحدة، في واحدة صارت بأفغانستان، في واحدة هذول دواعش سووها في مدروين، لكن هذه اللي كانت لابسة أحمر وفيها مقاطع، يعني أنا ما أنصح اللي قلبه ضعيف، مقطع شوي مؤلم. البنت بدوا يرجمونها بالحجارة والبنت تصرخ وتستنجد، الله يخليكم أحد يساعدني يا شيخ فلان، يا نفس قصة خربة غزالة، ولا حد تدخل. لا، المصيبة بالفيديو لما سمعته في واحد يصفر، في واحد يضحك، اللي يصرخ اقتلوها اقتلوها، واللي يرمي، لين البنت الوجه صار كله دم، وقام واحد الله لا يوفقه، لا هو ولا اللي واقف، قام وفسخ بنطرونها، خلاها على ملابسها الداخلية، وكملوا عليها ضرب 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 لمدة ساعتين، لكن تصوير كان نص ساعة. بالنهاية قام واحد فيهم يبي يخلص وشال الطابوقة هذه اللي هي البلوكة الاسمنتية ويضرب دعاء على راسها، ماتت البنت، ولحت فيهم يعني رفلة جفن يعني على قولتهم. ايش صار بعدين؟ خذوا البنت ورموها جنب حفرة، هذه حاطينها أطراف القرية يرمون فيها تكرمون الكلاب وجثث، يعني يعني عندهم الحيوانات النافقة علشان ما تطلع ريحة يبعدونها عن القرية، حاطين حفرة يرمون فيها هالجثث هذه. قاموا ورموا جثة دعاء في نفس المكان هذا. الصدمة اللي أكبر، تدرون من بين اللي حضروا عملية تنفيذ الرجم كان في بينهم عساكر رجال أمن، وهذول يتبعون نفس هالقبيلة هذه، ولا حد فيهم تدخل. مالكم بالطويلة، القصة هذه من عام 2007، وهالقصة هذه انتشرت ووصلت إلى المنظمات الدولية لدرجة أن في ناس تعاطفوا مع قصة البنت هذه. دعاء دعاء ما غير ديانته، هذا مو صحيح وكذب، واللي يقول هالكلام هذا ما عنده سالفة. حتى في وحدة يعني أميرة من قبيلة الزيدية، هي أميرة يعني زيدية، وكانت كاتبة مقالة أيامهم ترجمينها للغة العربية، وتعرف البنت وتعرف كل الأشخاص اللي شاركوا بالرجم، وتقول كذب، البنت لا غيرت ديانتها ولا شيء، لكن البنت فعلا كانت تحب هالولد هذا وهربت معه، بس هذه يعني تهمتها، لا الرجل اعتدى عليها ولا، وهي إلى الآن بكر وما في يعني من هالأمور هذه، وكانت فعلا عايشة مع أمه وخواتها. هالموضوع هذا تسبب ببعض المشاكل بين المسلمين هناك وكذلك الطائفة الزيدية، صار حقد بينهم على هالقصة هذه، خصوصا أن الولد من الطرف الثاني. فآخر شهر تقريبا أكتوبر في 2007 طالع باص عمال من القرية مالتهم على طريق الموصل، رايح جهة الموصل، ويطلعون مجموعة مسلحة ويقتلون جميع اللي كانوا في الباص من هالطائفة الزيدية، كان عددهم تقريبا 23 واحد. لا، وبنفس السنة كان في انفجار انتحاري قتل يعني عدد كبير جدا من هالأشخاص، لكن يقولون ان هذا بعد ما طلعوا اللي هم الدواعش، ما الدواعش، لكن ممكن له علاقة ممكن لا يعني، لكن كانت في عدة عمليات انتقامية علشان هالبنت هذه، يعني تعاطفوا معها الناس. مالكم بالطويلة، انتهت قصة
الفتاة الله يرحمها دعاء. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.